إذن ما أحوجنا اليوم أيها الإخوة إلى أن نعمق معنى معاني الإيمان في نفوسنا، الإيمان بالله الذي يجعلنا نشعر بعظمة الله وجلال الله في من أعماق قلوبنا، ويجعلنا نتوحد بتوحيد الله سبحانه وتعالى، وأن نسير في الطريق المستقيم الذي نطلبه في كل ركعة قائلين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما بحاجة إلى الإيمان السفسط الذي طبعا جاء في كتب المناطق كاستدلالات وردود، ويلزم من كذا كذا ويلزم من كذا كذا. يقال أن الفخر الرازي هذا مفسر كبير ومشهور صاحب كتاب مفاتيح الغيب، يقال خرج هو وتلاميذه فمروا على عجوز مؤمنة فقالت من هذا؟ قالوا هذا الفخر الرازي، هذا الرازي الذي يعرف ألف دليل ودليل، يعرف ألف دليل ودليل على وجود الله. فقالت هذه العجوز المؤمنة الإيمان البريء، قالت لو لم يكن عنده ألف شك وشك في الله لما احتاج إلى ألف دليل ودليل في وجود الله. فسمعها الرازي وقال اللهم، أو كما قال يعني قال اللهم ارزقنا إيمانا كإيمان العجائز، ارزقنا إيمانا كإيمان العجائز، بريء يعني متغلغل في النفس، ما يعني إيمان المناطق والفلسفة، وإنما الإيمان الذي يشعر بذلك العجائز. سمعوني يعني من كان عنده عجوز إذا تقع في شيء تجدها فعلا مخالفة، يا ربي تايبة استغفر الله تبت إليك، هذا هو الإيمان، هذا هو الإيمان الذي طبعا يشعر به الإنسان خوفا من الله سبحانه وتعالى على كل عمل يقع منه مخالفة لله سبحانه وتعالى.